باتل فيلد 2042 او يلي هي باتل فيلد 2042 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم نزل مقطع الكشف عن لعبه الباتل فيلد 2042 وطبعا شفنا قدرات محرك الفورست بايت يلي تستعملو دايس ويا. وانا بهذا المقطع ان شاء الله راح اعطيكم كل شيء جديد وكل الاخبار عن لعبه الباتل فيلد 2042 قبل ما نبلش بالمقطع لو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد وفيكم تتابعوني على السوشيال ميديا الموجودة تحت في الديسكريبشن وعلى تويتر ونبلش معاكم بالمقطع طبعا شركة اي اي دايس اخذت ثلاث سنين وهي عم تطور هي اللعبة بهذا الجزء وهي استعملت اخر وافضل التكنولوجيا اللي وصل لها محرك الفورست بايت يلي بنعرفه نحن كلياتنا يلي العاب باتل كلها عن طريق هذا المحرك طبعا اللعبة بتدور على الحرب بسنة 2042 وبيكون فيها الجيشين الجيش الروسي والجيش الامريكي هي طبعا عند اطلاق اللعبة وبيتقاتلوا على المناطق اللي فيها مواقع استراتيجية وبهذا الجزء بيكون فيها بس طور اللعب الجماعي اللي هو الاونلاين من غير طور للقصة بس بيكون في قصص قصيرة وسريعة حتى تعرف اللاعبين على المابات والخرائط الموجودة بهاللعبة مثل ما قالت شركة دايس انه هذا الجزء من باتل فيلد راح يكون ثورة قوية من السلسلة والعاب الشوتر والعاب العصر الحديث الطور الرئيسي للعبة بيكون اسمه All Out Warfare يلي بضم طورين يلي هن الاحتلال وطور الاختراق اللي نحنا بنعرفهم الكونكويست والبريك ثرو وبهدون الاطوار طبعا بيوصل عدد اللاعبين ل 128 لاعب بس على البي سي واجهزه الكونسول الجديده اما اجهزه بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 بيكون عدد اللاعبين مثل ما هو اللي هو 64 لاعب فقط وبيكون فيها اسلحه واليات ومعدات وجاجت واشياء حديثه تتناسب مع ال 2042 اول شيء رح نتكلم عنه بهذا الجزء الشيء الجديد اللي ضافوه لهي اللعبه انه اللاعب راح يصير يقدر يعدل على سلاحه والاتاشمنت تبعت سلاحه وهو داخل اللعبه يعني مثل السكوب المخزن الكاتم وغيره بيقدر يغيرهم ويعدل عليهم هو وداخل اللعبه ما بده يطلع للقائمة الرئيسيه لحتى يغير الاتاشمنت ويغير السكوب من مثلا 2 ل 6 او من 8 ل 2 لو هو كان مكان كبير عم أه يستعمل سكوب عالي 8 مثلا بده يغيره لسكوب 2 او سكوب 4 لو دخل على منطقه مثلا اصغر بيقدر يغيرها من داخل اللعبة هو بالجيم بس بيعدل على الاتاشمنت تبعيته هي طبعا نقطة كتير حلوة عدلت عليها دايس EA على اللعبة بهذا الجزء وكمان الشيء الثاني اللي ضافوه على اللعبة اللي هي نزلوها اسمها AI system طبعا هدلون ال AI system هن بوتات مع ذكاء اصطناعي بتقدر تلعب معاهم بتقدر تدخل بسيرفر لحالك تلعب سولو تلعب ضدهم تلعب معاهم ما يكون في معك لاعب تاني او فيك تفوت تدخل سكواد انت واصحابك ضد الاي او البوتات وتلعب معاهم او تدخل بسيرفر ميكس وطبعا هي الطريقه كمان حتساعد السيرفرات يعني مثلا اذا انت دخلت على سيرفر كان ما في لاعبين حينزل عن معك يلعب معك بوتات لحتى يتعبى السيرفر ومثل ما قالت دايس انه هي السيستم الجديد تبع الاي او البوتات الذكيه حتساعد اللاعبين الجداد انه يستكشفوا الخرايط يستكشفوا الاسلحه يتدربوا عليها يشوفوا الجادجتس ويشوفوا شو في جديد باللعبة ويتدربوا ويتعلموا عليه والنقطة الأخيرة للأي آي لو أنت دخلت لعبت مع الأي آي سيستم أو البوتات هيدلون طبعا أي شيء بتسوي بتلفل بتساوي مهمات كله هذا بنحسب لك كأنك عم تلعب بسيرفر عادي مع لاعبين حقيقيين وهذا الشيء كتير منيح لو عندك مهمات عندك أي شيء بتقدر تفوت تسويها بتقدر تلفل وكأنك عم تلعب بسيرفرات عادية وبهذا الجزء في تركيز كتير كبير على الاليات يلي هي الدبابات والتركات والطيارات بحيث انه بتسهل على اللاعبين يتنقلوا بين الخري... يعني من مكان لمكان بالخريطه وبيقدروا اللاعبين يجيبوها ويطلبوا دروب بتجيهم عن طريق باراشوت طبعا عن طريق تابلت اللاعب بيستعمله بيطلب فيه ترك او آآ آآ الاليات الارضيه طبعا واكيد بيكون في سيستم معين نقاط معينه كل شيء ان شاء الله بيكون قريبا بخبرونا عنه دايس اكثر والاليات لما تستعملها كل مقعد بيكون في له خاصيه معينه ووظيفه معينه لحتى تستعمله، مش مثل اجزاء الباتل فيلد الماضيه انه المقاعد كلها بيكون فيها رشاش بس القائد الدبابه هو اللي بيضرب بالصواريخ. بهذا الجزء غيروا كل مقعد بيكون في له مهمه وسلاح معين. وبننتقل هلا للخرايط. طبعا الخرايط باتل فيلد 2042 حتكون خرايط كبيره جدا، بالنسبه لخرايط الباتل فيلد في الاجزاء الماضيه يعني بطور الاحتلال وبطور الاختراق او الطور الجديد هذا الاول اوت وور حيكون في قطاعات معدده وبكل نقطه يعني كل نقطه بيكون فيها اكثر من قطاع يعني لازم تاخذ اكثر من قطاع لحتى تنتقل على النقطه يلي بعدها وطبعا كلكم شفتوا الاجواء المتقلبه خلال اللعب مع يعني الاعصار كيف هيك بياخذ كل شيء بطريقه وانت بتختار يا اما تروح مع العصار او تهرب منه وفيك تستعمله لصالحك، يعني شفتوا بمقطع كيف هو استعمل الاعصار وطار منه بالسوت اللي هو لابسها، واكيد مثل ما عودتنا دايس نظام التدمير حيضل بعده موجود باللعبه، بتقدر تدمر اي شيء باللعبه وبتقدر كمان تتفاعل مع اي شيء على الخريطه مثل ابواب زيب لاين ترفع جسر او تنزل الجسر وحتى تقدر ترفع وتغير اماكن الكونتينرات عن طريق الكرينات، قبل ما نفوت اكثر عن الخرائط بس بركز على نقطه طب اللي هي عدد اللاعبين. يعني مثل ما خبرتكم الخرائط كبيرة ومصممة ل 128 لاعب على البي سي واجهزة الجيل الجديد، اما اجهزة البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، الخرائط بتكون اصغر بشكل عام حتى تتناسب مع عدد اللاعبين اللي هو 64 لاعب، ومنفوت بالخرائط. طبعا حيكون في سبع خرائط مع اطلاق اللعبة، اول وحدة اسمها كلايدسكوب وهي منطقة بجنوب كوريا. بيكون فيها طبعا أبنية حوالي المكان اللي بيتقاتلوا فيه وهالأبنية هاي بتقدر تستعمل زيب لاين لحتى توصل من بناء للتاني عن طريق الأساطيح أما الخريطة الثانية اسمها مانفيست وهي مدينة موجودة بجزيرة براني آيلاند اللي هي بسنغافورة وهي الخريطة طبعا بيكون فيها أعصار أعصار كثيرة وبتكون متواجدة بمنطقة تجارية وبين كونتينرات اللي مثل ما قلت لكم بتقدر تتحكم فيها وتغير اماكنها عن طريق الكريم. والخريطه الثالثه اسمها اوربيلتال وهي بفرنسا وهي الخريطه بتتصف يعني بقياس الوسط بالنسبه للخرايط الثانيه بهي السلسله او بهي الجيم. وبتكون مواقع القتال يعني حول روكيت لانشر، بيكون في صاروخ وبتكون انت عم تتقاتل بهالمنطقه هي. وطبعا هي الخريطه بيكون فيها اعاصير بين الوقت والثاني. اما خريطه ديسكارتد طبعا هي الخريطه حتكون موجوده بالهند وبهي الخريطه بيكون فيها سفينه موجوده على الشط اسمها كولوسال طبعا هي يعني سفينه مدمره وحيكون فيها كلوز كاونتر يعني اللعب القريب عن بعض الانفنتوري حيكون كتير حلو وممتع على هي السفينه وبهي الخريطه بيكون فيها المد والجزر او بيكون فيها المي تبعية البحر بترتفع وبتنزل وتتغير دائما وبهذا الجزء حينزل خريطتين عربيتين اول خريطة اسمها رينيوال طبعا هي الخريطة بتكون بمصر وبتكون مقسمة لقسمين عن طريق جدار عملاق على طول الخريطة بيفصل بين منطقة معاصرة وحديثة وابنية والمنطقة الثانية هي منطقة صحراوية والخريطة العربية الثانية طبعا بتكون بقطر بالدوحة واسمها هورجلاس طبعا هي الهورجلاس بسموها الخريطة التائهة في الصحراء بيكون فيها يعني هي من اكبر يعني من احد اكبر الخرائط في اللعبه وبيكون فيها دائما عواصف رمليه وحيكون فيها اللعب بالسيارات والدبابات اكثر لانه بيكون فيها شارع كبير وبهالشارع بيكون في سيارات مدمره وبتقدر تلعب عن طريق السيارات او الاليات واخر شيء خريطة اسمها بريك واي بانتاركتيكا وبيكون فيها طبعا المعارك على النفط وهي اكبر خريطة فعليا باللعبة وفيها عدد كبير من براميل النفط القابلة للتفجير واللي انت لما تفجرها بتترك دمار وحرائق كبيرة بهالخريطة الخريطة. اما بالنسبة للكلاسات ننتقل على الكلاسات في اللعبة طبعا بيكون في اختصاصات معينة لكل كلاس وكل اختصاص بيكون له معدات وخاصيات مخصصه له يلي بتميزه عن الكلاسات الثانيه من بعض الكلاسات يلي شفناها هي الريكون سبورت الانجنيير والاسولت وكالعادة عاده يعني سلاح الاساسي بتقدر تختاره لجميع الكلاسات مع القنابل والسلاح الثاني السكندري ويبن واحلى شيء انه انت بتقدر تختار اي سلاح بدك اياه شو ما كان الكلاس تبعك يعني مش قافلنا سلاح معين لكلاس معين تقدر تستعمل اي سلاح بدك اياه يلي هو البرايمري ويبن طبعا والسكندري ويبن. وهدلون الكلاسات شفنا منهم نحن اربعه، اه حينزل طبعا 10 وقت تنزل اللعبه بس هن حطوا لنا اربعه. اه اول واحد كان اسمه وستر ماكاي هو جندي كندي من فئه الاسولت وخاصيته هي الجرابلينغ هوك وميزته ان اسمها نيمبل يلي بتخليه يتحرك بسرعه. والشخصيه الثانيه اسمها ماريا فالك. طبعا هي جنديه المانيه من فئه السابورت وخاصيتها انها بتقدر تطلق سرنج الابره عن طريق بيستول معين اسمه سيتي بيستول طبعا اذا ضربتها على شخص معك في التيم بتعطيه هيل واذا طلقتها على شخص ضدك بتدمجه وطبعا الشيء اللي بيميزها انه هي وقت تساوي ريفايف لحدا ثاني من الفريق من عندك بيرجع وبيرجع دمه 100% ثالث آه شخصيه شفناها اسمه بوريس طبعا هو من روسيا من فئه الانجينير وخاصيته هي عباره عن جادجت اسمها اس جي 36 سنتري سيستم هذا طبعا مثل جادجت بحطه وبتقدر تساوي سبوت للعدو لو في حدا قريب على مساحه معينه بيساوي له سبوت وبيطلق عليه حتى لو ما كان الجندي موجود على هذا الجهاز وطبعا ميستو انه اذا كان هو جنب هذا الجهاز الجهاز بتصير المساحه تبعيته اكبر وبيقدر يضرب على العدو بشكل احسن واخيرا شخصيه كاسبر هو جندي طبعا افريقي من فئه الريكون وخاصته وخاصيته هي الدرون طبعا بيقدر يستعمل هذا الدرون لحتى يسوي سبوت للعدو ويفعل اي ام بي طبعا وميزته انه بيقدر يعرف لما حدا من العدو بيمشي او بيركض قدامه وبالتريلر شفتوا هذا الشخص اللي عم يطير اللي لابس البدله مع الاجنحه السوت اللي لابسها هلا هذا حيكون كمان شخصيه خامسه بس هن ما تكلموا عنها بالتريلر واللعبه حيكون فيها خدمه لايف سيرفيس بيكون فيها باتل باس لكل سيزن الباتل باس حيكون نوعين واحد مجاني والتاني حيكون بريميوم تدفع له فلوس طبعا الباتل باس البريميوم اللي انت حتدفع له حيكون عباره عن سكنات والوان واشياء بس تغيير في اللعبة بس انه ما حيأثر على الجيم بلاي بشكل عام السنة الاولى للعبة حيكون فيها اربعة سيزن طبعا بتنزل مع اربع شخصيات وخرائط واسلحة ودايس اي اي حيخبرونا شو حيكون فيها طبعا قبل ما تنزل هدلون على اللعبة قبل ما ينزل الدي ال سي واللعبة مثل ما خبرتكم بيكون فيها طور اساسي وهو الاول اوت وورفير اللي تكلمنا عنه باول مقطع اما الطور الثاني هو هازارد زون وهي هي شيء جديد على السلسله ومختلف عن اي طور من اطوار الباتل فيلد السابقه بيكون معتمد اكثر على اللعب الجماعي بالسكواد او بالفريق يعني هن ما اعطونا اي معلومات اكثر على هذا الطور بس ان شاء الله حيعطونا معلومات اكثر قريبا واخر شيء في طور جديد كمان ما خبرونا عنه اللي هو يعني دايس ال اي لوس انجلوس دايس امريكا يعني خصيصا اشتغلت على هذا الطور لمحبين سلسلة باتل فيلد وحيكون شيء مختلف وشيء يعني أول مرة حنشوفه بالسلسلة هاي وطبعا حيكون في معلومات عنه أكثر الشهر الجاي يوم 22 سبعة لما يكون في فعالية الاي EA Play طبعا رح يعلنوا عنه ورح يخبرونا شو هو وآخر شيء قبل ما أختم المقطع بعطيكم كم خبر من مطورين اللعبة بحيث انه قالوا انه هذا الجزء ما راح يكون في باتل رويال وراح يكون في طبعا فتره تجريبيه لبعض اللاعبين قبل الالفا وقبل البيتا وقالوا كمان انه الخرايط مناسبه جدا للطائرات وكمان يعني مريحه للاعبين جدا من حيث المساحه واللعب على الارض كمان بيكون سلس وبيكون حلو وبيكون في مساحات كثير حتى تقدر او يقدر اللاعب يسوي فلانكات بسهوله وحاليا المطورين ما قالوا لنا شيء عن السيرفرات الخاصه أو عن برايفت جيمز أو عن ميزة اللعب المشترك يعني بين البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس أو عن طرق مكافحة الهكرات بس طبعا قريبا رح نعرف عنا مع اقتراب نزول اللعبة للسوق وان شاء الله يوم الاحد يوم 13 شهر رح يكون في جيم بلاي للعبة ورح يشوفوا أو يستعرضوا فيها أشياء كثيرة عن الكلاسات وعن اللعبة واخر خبر السكواد رح يكون فيه بس أربع لاعبين واللعبة رح يكون فيها ثلاث إصدارات اصدار الستاندرد، اصدار الجولد واصدار اصدار الالتيميت وطبعا الاصدارات هيدلون حيكون في الها ميزات حيكون في اشياء مختلفه سكنات مختلفه يعني بندلز مختلفه للباتل باس وغيرها وكمان بهال بهالفيرجنز فيرجنز هيدلون او الاصدارات هيدلون راح تقدر تلعب الإيرلي اكسس للبيتا وطبعا اللعبة بتنزل يوم 22/10 22 اكتوبر على جميع المنصات والايرلي اكسس حيكون يوم 15 اكتوبر. وهيك بنكون طبعا وصلنا لنهاية المقطع، اعطوني رأيكم بالكومنتس بالتعليقات شو رأيكم باللعبة متحمسين لها مش متحمسين لها بتحبوا الالعاب العصر الحديثة او القديمة او المستقبلية خبرونا شو الفيدباك تبعيتكم في الكومنتس تحت ولا تنسوا تتابعوني لو مش متابعيني على تويتر دائما بسوي جيف وان شاء الله اول ما نجرب اللعبه بنزلكم مقطع ثاني ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد وشكرا على المتابعه ومشاهده المقطع هذا وبنشوفكم قريبا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته